ذكريات في بيت فريد شوقي. لازم تعرفي اولا استاذ فاروق انا بعشقه. ده كان قاعد ده كان على طول عند بابا. انا بقول له انت ابن ابويا يعني. كان عايش عنده على طول. واتقابلنا في عوالم خفيه في مشهد كان هو ضيف شرف. واول ما شافني قال لي يا بنت ابويا، وبعدين قال لي ابويا ايه؟ يا بنت ابني. ايه بالظبط؟ لان فاللي هو لا كله بقى بيحكي. استاذ عزت كمان حكى لي حكاوي برضو عن بابا. فلا وسوير رمزي وبوسي كلهم ما بقولك. ده بقى كان مسلسل حكاوي فريد شوقي، كان مسلسل بيت كواليس فريد شوقي. بالظبط كده. فالتعامل مع الناس دي اسهل، بتلاقي اللوكيشن اسهل، زي ما بتقولي الهدوء في اللوكيشن. عارفين انت طبعا لان انت اتربيتي في اللوكيشن مع فريد شوقي اللي هو بالشكل الصح. دلوقتي الدنيا كلها اتغيرت، والجيل الجديد كل واحد داخل معاه 15 واحد. انا مش عارفه 15 دول بيعملوا ايه. يعني فريد شوقي هم كانوا بيجوا يصوروا كلهم عندي. ايوه يعني كبار النجوم عادل امام، فريد شوقي، كل العمالقه دخلوا البيت صوروا عندي. كان كل واحد معاه واحد بس. دلوقتي بيخش الواحد معاه 16. لا مش انا مش عارفه ال 16 دول بيعملوا ايه. 16. لا والله بس هو في ناس معاهم 16 كل واحد معاه ماكير وكوافير والمساعدين الماكير ومساعدين واحد الكوافير. بيرد على التليفونات واحد بيشيل يعني الشنطه والسواق واللي بيلبس واللي بيشتري انا البدوم. لسه على قديم والحمد لله. فدول بيوتروا اللوكيشن يعني لما يدخل كل واحد. مش بصي لازم نعترف ان المايسترو وقائد العمل هو المخرج، وما يجرؤش حد يقول بم. يعني مخرج ممكن يبص يقول مين 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 كله يطلع بره. انا مش عايز دوشه، انا مش عارفه ايه. يعني استاذ رامي مانع زياره، مانع ورقه كده محطوطه بتنفذ. ما حد يعني تامر ما جالكيش اللوكيشن؟ لا ما جاش. لو كان جه كان هيمنعه. تامر بطبعه خجول يعني مش ما يقدرش. ما جالكيش تصوير؟ لا مره يعملها مرتين، لكن وبعدين هو صديق استاذ رامي كمان يعني يعرفه. لكن انا قصدي ان يعني مش هيخش اللوكيشن. ممكن بقى في الاوضه. يعني زيارات عائليه خلاص. مدام مدام عاملين دخلتوا جوه تصوروا، محدش يدخل ولا حتى المساعدين ولا صحفيين اللبسه بتاعتك ولا كوافيرك ولا دول ولا دول يخشوا. بس لو حصل هرج ومرج هيشوفوا رد فعل قوي يعني. فطبعا انا قصدي اقول لك في النهايه المخرج هو اللي عليه عامل والمنتج. اصل هو مين اللي بيقبض؟ لا بس برضه يعني الجيل الجديد دلوقتي بيتحكم في اللوكيشن. فانت اشتغلتي معاهم، هل بتحسي بتحسي بارتياح اكتر مع الكبار؟ انا مع الكبار لسبب الناس دي فاهمه خلاص. هما ليه حاسبينك على الكبار يعني؟ مش عارفه. عشان ايه يعني؟ يعني انت صغيره وانت من الجيل الجديد. لكن دايما حاسبينك على الكبار وعملتي ادوار ام ولسه بدري عليكي ان انت تعملي. انا اتفربعت بقى. انا ده كان انا عندي مشكله يا جماعه. انا لما بيعجبني دور والنبي لو مين هعمله؟ لو جده هعمله. يعني كنت لسه بتكلم مع استاذه الهام شاهين برضو، قالت لي انت زي في طلع. ايوه انا مش فارق معايا يعني حبيتي. انا عاجبني الدور، في مشاعر تجاهه عايزه اظهرها، عايزه بدليل ان الحمد لله اختياراتي. لو خاتم سليمان كنت عامله البنت في الجامعه، ما كنتش لسه بنتي كبرت في الجامعه. عملت نقطه ضعف هكذا برضو يعني. ادوار كبيره بس الادوار حلوه قوي يعني. لو انا سبتها بقى ست مش ذكيه يعني. فيمكن عشان كده يعني الناس لقت ان انا عملت ده مش عارفه، او شايفيني من زمان عشان فيلم بنت فريد شوقي. فحاسبينك على جيل فريد شوقي ولا ايه؟ لا او عشان شربات. خلي بالك انا ابتديت صغيره قوي، الناس مش فاكره القصه دي يعني. يا جماعه احنا نفس الجيل انا ومنى زكي وحنان تركو. أيوة يعني منى اول ما بدات كانت على طول معاكي. أيوة كنتوا اصحاب انتيم، كانت قاعده عندكم في البيت فتره يعني. كنت دايما يعني بشوفها عندكم. والسقه وحلمي احنا كلنا جيل واحد. يعني ممكن يبقى في فروق سنه سنتين.
كريم. انت احنا متربيه مع كريم عبد العزيز يعني كأصدقاء. بس انت اصغر شويه من السقا. انا بقول لك يعني قصدي الجيل ما بيتاخد بيبقى فيه تفاوت من سنتين هو طالع وسنتين فانا نازل. انا نفسي اعرف السر يعني مش فاهماه يعني بس ما علينا خلاص. يعني ما بتقعديش تصلحي المعلومات ديت؟ هصلح ايه بقى بجد يعني؟ انا بشوفك كل شويه بتعملي سيشن تصوير بتغيري من شكلك وبتطلعي بكده. السيشن الاخير يقول لك عملت عمليات تجميل. قال لك رانيا عملت. واحده كلمتني قالت لي بوسي رانيا صاحبتك وحبيبتك؟ قلت لها طبعا. هتقول لك مين دكتور التجميل؟ قلت لهم رانيا عيله. رانيا عيله تجميل ايه اللي هتعمله ده؟ ميك اب وشعر مغيره عامله ستايل. بصي مفاهيم الناس كلها للاسف اول ما يشوفوا حد شكله كويس يقول لك عملت عمليه. على فكره هي مش عمليه كل حاجه. انا ابويا عمره ما عمل عمليات وعمرك ما كنت تديله سنه غير لما عيه وكان منطقه في الحياه اللي هنا بيطلع هنا. كل ما هتغلي لو انت شابه وصغيره هتلاقي وشك قفش خلاص. هتكبري دماغك وهتعيشي زي السبوحه مثلا. عاشت طول عمرها اللي في قلبها طلع والاخر دقيقه حافظه على فهي الفكره يعني عايزه اقول للناس فوتو سيشن يعني يا جماعه انت بتنقي احسن ماكير يتناسب مع وشك وشاطر جدا. تسريحة شعر تبروز وشك ستايل لبس إضاءة مصور كل ده هو اللي بيعمل الحالة اللي انتوا بتشوفوها مش الفوتوشوب بس. يعني عشان الناس برضو حافظة نظرية فوتوشوب. لا مش الفوتوشوب بس الفوتوشوب بيبان قوي والوان الشعر يعني الواحد بيروح لبنان بيتظبط بصراحه ميك اب وشعر وبتاع فيقعد يقول لي ابوسي راحت لبنان عملت تجميل. قلت ما جيت ظهر يا جماعه. مره واحده كلمتني ممكن اعرف الدكتور اللي رحتي له اخيرا اللي عمل لك تجميل؟ قلت لها حاضر. رحت مديها نمره مجيد ظهر اللي بيعمل لي الميك اب والشعر هناك. فكلمته قالت له يا دكتور انا عايز احجز مع حضرتك وعايز اعرف اسعار العمليات ايه. قال لها انا كوافير وماكير انا مش دكتور. قالت له امال بوسي شلبي بدي؟ قال لها عشان انا اللي غيرتها مش الدكتور. ما هو ده بقى انا امين كده امين معايا كده يعني ما بيعمل لي ميك اب بيبقى حاجه واو وانا نفسي يعني ببقى مستغرباني اللي هو شاطر. فهو ده اللي الناس بقى بتعرف انه تجميل. لا يا جماعه ده ستايل ميك اب. في حاجه اسمها كونتورنج نحت بني هنا وبني هنا بيصغروا المناخير من غير عمليات. انا اول ما بقعد مع الماكيره اقول له لو سمحت اهم حاجه تصغير المناخير لو سمحت. لا انا نقرت بقى ازاي بيعملها فتعلمت. أيوة هنا بني وكده بني وهنا فاتح. قاعدين بقى بندرس يا ماما مكياج ازاي نلزق الرموش كل الالعاب الحاجات دي بقينا نعملها. احنا هنبقى معلي كده ماكيرات. لا النت ما سابتش حاجه. انت يعني على اليوتيوب هتخشي تلاقي كل اللي انت عايزه تعرفيها تعرفيه. ميك اب فور ايفر 30 يوم بتعلمك كل يوم حاجه بيطلعوك. قصدي ان الناس بس ايه هي بتستسهل. لا ده عادي.